أعلنت وزارة التعاون الدولي التفاصيل الكاملة للاستراتيجية التعاون القطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من بين 2022 إلى 2027. وقد كشفت وزارة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين تلك الأولويات دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وكذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. شهدت وزيرة التخطيط هالة السعيد تخريج 4 دفعات لبرنامج القيادة التميز الحكومي كينجز كوليدج، وذلك ضمن الشراكة الثلاثية بين وزارة التخطيط وكل من الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن. وقد أكدت الوزيرة أن التحديات التي فرضتها العديد من الأزمات تقود إلى تغييرات جذرية على جميع الجهات، كما أكدت أيضا حرص الحكومة على الاستثمار في الكوادر المحلية لتبادل الخبرات، موضحة أهمية إنشاء أنظمة جديدة وتطوير ثقافة جديدة للإدارة العامة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلالة التوريد أو سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق الإمارات قد بلغت خلال عام 2021 نحو 1,196,000,000 دولار. وخلال استقبالها مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار بمصر في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال زكي إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين. من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قدمت مثالا في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية من الأجانب. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 14,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 693,987,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 10,701 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1,870 نقطة. التراجعات وصلت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 أوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2,834 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع. اليورو 17.03 جنيها للشراء و 17.14 جنيها للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 20.66 جنيها للشراء و 20.79 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيها للشراء و 4.29 جنيها للبيع. ريال السعودي 4.17 جنيها للشراء وأخيرا 4.20 جنيها للبيع. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1,990 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 742 جنيها، 21 سجل 865 جنيها، عيار 24 سجل 989 جنيها، وأخيرا الجنيه الذهب سجل اليوم 6,920 جنيها.
نتحول إلى أسواق النفط العالمية، حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات، بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسية. وقد ارتفع خام برنت بقيمة 6 دولارات و60 سنتا للبرميل أو بنسبة 5.6% ليصل إلى 125 دولارا للبرميل. الخام الأمريكي أيضا ارتفع، غرب تكساس الورسيت ارتفع دولارا أو 6 دولارات و760 سنتا للبرميل أو بنسبة 5.8%. أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على أداء متباين وسط ارتفاع أسعار النفط. وقد أغلق المؤشر السعودي مستقرا إذ عوضت مكاسب في أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة خسائر في الأسهم المالية، حيث صعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 4%، وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 9%، منخفضا للجلسة الثانية على التوالي بعد صعود وصل بنسبة 4.1% الأسبوع الماضي، في حين أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مستقرا، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين بنسبة 3.5%. سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على 5 أسابيع، إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى، وكذلك زيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 2.94% مسجلا أكبر انخفاض له منذ 27 يناير الماضي. كما انخفض المؤشر طبق الأوسع نطاقا بنسبة 2.76%. كما وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى لها في عام مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، وهو ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبية بنسبة 2.4%، كما هو مؤشر داكس الألمانية بنسبة 3.7%. وقد قادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات، وتراوحت خسائرها بين 4.7% إلى 5%. قالت الصين إن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا سيؤثر على الصين، التي تحصل على ما يزيد على 70% من احتياجاتها من النفط و40% من الغاز من الخارج، لكنها أضافت أيضا أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة. وتهدف هيئة التخطيط الحكومية الصينية لزيادة الإنتاج والاحتياطات من النفط والغاز وكذلك الفحم، والتي تشغل أكثر من 60% من محطات توليد الكهرباء في الصين. وتتوقع الصين تباطؤ نمو اقتصادها ليصل إلى 5.5% هذا العام وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وكذلك تراجع نمو قطاعها العقاري. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لهبة ومحمد إليكم. أشكرك ميرفت.